انتي نازله تاني؟ اه طبعا هنزل. ليه يا ماما؟ ما انا قلت لك يا كماليا انا مش هسيب الشغل، انا لازم اوصل اللي انا عاوزاه. برافو عليكي. ايه اللي برافو؟ انتي بتقويها عليا الصراحه. اه يعني اللي هي بتقوله ده كلام صح. بعدين ايه اللي حصل يعني؟ البنت اللي عملت فيكي كده انا عصراها. يا سلام. اه طبعا بنت قاعده بتشقى وبتعمل سوق وبتعمل زباين وتيجي منى تاخد كل السوق ده. على فكره انت كان لازم تحطي نفسك مكانها، صعب قوي الموضوع ده. طب ايه رايك بقى ورحمه ابويا ما حسب لها زبون في المكان ده؟ هتشوفي يا بنت، هتفقعك علقه جامده وهتخزق لك عينيكي وفي الاخر انا اللي هسحبك. ما تخافيش، الموقف ده لازم يقويها مش يضعفها. يقويها على ايه يا ام؟ يقويها على ايه؟ امال قولي لي، وانت مش نازله ولا ايه؟ مش نازله، مش رايحه الشركه دي تاني. ياه، تبعدي عن حبيب القلب يا اختي. هو حبيب القلب اللي باين عليه حاطيني في المكتب جنبه وخلاص، قاعده ما بعملش اي حاجه، ما بعملش غير اني بقرا جرايد، زهقت. وبعدين انا قررت ان انا ابقى زيك وزي البت منى المجنونه اللي جوه دي. يعني ايه؟ يعني قررت يكون ليا حلم وحارب عنه واحلم له والحاجات الغريبه بتاعتكم دي. طيب هتعملي ايه؟ انا عارفه، اهو اكيد هلاقي حاجه اعملها. اه انا حسني تعبانه قوي. احسن، عشان ده من الهري والنكت في روحك طول الليل. ارحمي نفسك شويه. خلاص يا كماليا، ولا انت هتشتغلي عليا كده نصايح على الريق؟ ركزي مع التانيين بقى. مع التانيين؟ طب انا مركزه مع الكل ومش رايحه ولا يمين ولا شمال، وقاعده انا بقى معاكي على قلبك لغايه لما نشوف حل لموضوعك.